اجتمع وزير الخارجية سامح شكري أمس بفريق العمل الخاص بإدارة حملة السفيرة مشيرة خطاب في مقر السفارة المصرية بباريس لبحث سيناريوهات التعامل مع انتخابات اليونسكو. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية واصل اتصالاته مع نظرائه من الدول التي لها حق التصويت، حيث يضم المجلس التنفيذي 58 دولة، لافتا إلى أن شكري سيلتقي المندوبين الدائمين لكل من السعودية، الإمارات والبحرين لدى اليونسكو.